كل محطاتنا هايدي رح نروح فيها لمساحة روحانية وإيمانية خاصة. في ذلك الزمن جاءنا يسوع المسيح ليقول لنا أحبوا بعضكم بعضا، ويعلمنا معنى التواضع والعطاء. فالكلمة الذي صار جسدا ينبض فيها بالحياة في ذاته، وهذه الحياة تصبح نورا للناس، إنها كلمة الله. وكلمة الله وحدها قادرة أن تبني في أعماقنا صرحا للإيمان مبنيا على أساس يسوع المسيح. والميلاد هو مساحة السلام المتجددة في قلوبنا، والتي تدعونا وسط ضجيج الحياة لأن نتذكر أنفسنا والآخر، إنسانيتنا والآخر، محبة الله لنا التي نراها في الآخر. وللحديث مشاهدينا موسعا عن أبعاد الحدث الميلادي، صباحنا اليوم لنستحضر عمق وعظمة هذا العيد مع الأب رأفت أبو النصر راعي كنيسة سيدة دمشق. صباح الخير، وينعد عليك بكل الخير والصحة. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد علينا وعليكم جميعا. ميلاد مجيد أبونا. خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي شوي عن الرموز الروحانية والمعاني للميلاد، بعيدا طبعا عن الشجرة وغيره، الرموز الأخرى، الرموز التي تدخل إلى صلب طبعا موضوعنا واللي هو عيد الميلاد المجيد. بلشت بافتتاحية حلوة اللي هي بأنشودة الملائكة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. اليوم وقتنا الحالي هو بحاجة سلام، بحاجة مسرة، وبحاجة نتعلم هالناس كيف تقدر تمجد الله. اليوم بهالبيئة يلي عشنا فيها، بهالحروب وهالكوارث وكل شيء عم بيصير، يوم بقول لك انه اي عيد انا بدي اعيده، شو رمزية هذا العيد؟ يعني هلا عم بطلع اليوم بكل منطقة الشام الاحتفالات صارت باهتة، كان عادي بنشوف هالشجر ونشوف هالأضوية ونشوف الآخر. حطيت فكرة ببالي انه يمكن اليوم ربنا راد منا انه نبعد شوي عن هالاحتفالات السطحيه يلي انا بسميها حلوين ولكن سطحيه، بعدنا عن الجوهر. فاليوم حلو ارجع الانسان يولد من جديد بحياته من جوا. يوم النفس عطشانه، الناس عطشانه اكثر ما تكون عطشانه للاكل والشرب، هذا حاجات اساسيه، ولكن اليوم في عطش الروح ما بيرويها غير الايمان، غير كلمه صحيح. الله صحيح. لهيك اليوم هالانشوده يلي بشرت فيها الملائكة الرعاة الموجودين عطتهم راحة نفسية. يعني اليوم هالرعاة موجودين هن لحتى يشوفوا انه في حدث صار غريب. يعني يوم ما كان زمن رعي، لا كان عندهم شيء موجود، ولكن الراعي بدل على شخصية القيادة الصحيحة. اليوم هذا بينتبه، بيكون عنده نظر بعيد لقدام، يقدر يكون عم يوصل فكرته صحيحة. فاليوم اجا قال لهم اليوم عمانوئيل الله معنا، ها إني أبشركم بفرح عظيم، وإذا لكم مخلص، وإدعى اسمه عمانوئيل أي الله معنا. إنسان يوم بكافة أطيافه وبكافة أنواع الإيمان يلي هو يمكن يتبعه يلجأ لمنجأ واحد هو الله رب. تعالى صحيح. فاليوم هذا الفكر يلي نحن اليوم عم ندور عليه لحتى نلاقيه بهذا الميلاد. صبيت أنا اهتمامي لوصل فكرة أنه الله موجود في كياني اليوم، بس أنا عبالي أنه طلع عليه. تمام أبونا، يعني الحدث الميلاد هو الخطوة الأولى لسر الفداء، وأصبح محور يعني للربط بين العهد القديم والجديد. كيف ممكن اليوم نعيش إحساس العيد مع شخص يسوع المسيح؟ أول فكرة بدور عليها اليوم لأرجع فيها لفكرة العهد القديم هي البحث. اليوم الإنسان بينقصه كتير آليات يلي هي يقدر يدور. يعني اليوم كتاب المقدس واضح، قد هلك شعبي من قلة المعرفة. يوم عم ندور على المعرفة صدنا بكبسة زر، بس اليوم مشكلة كيف بدي نسق هاي المعرفة لقدر وصلها بطريقة صحيحة. اليوم دائما بقول لهم فتشوا الكتب، بخبرنا الرب يسوع المسيح، بدنا ندور بكل الكتب الموجودة لأعرف هالحقيقة الموجودة، لأنه الميلاد مو بس هي كلمة أنا بحتفل فيها، بحط شرايط حمراء، شرايط خضراء، وأضوية، وجراس إلى آخره، مثل ما سمعنا قبل شوي بالمعنى، ولكن في شيء أبعد. اليوم في مثل ما سمعنا بالترتيل إياها الأرض الحني، الليلة جاية يسوع، يعني اليوم في شخصية مهمة جاية بدي استقبلها، بدي نظف حياتي، بدي يعني فرغ فكري لأقدر، في شيء بنسميه قبل ما نفوت بعيد الميلاد نسميه برامون العيد، يعني ما قبل العيد او التهيئه للعيد، بيكون فيه صوم وطاعه وصلها الانسان ليتحضر روحيا ونفسيا وجسديا لاقدر استقبل هالشخص الكثير مهم بحياتي، مثل اي واحد عم يستقبل شخصيه مهمه
وبيعتبرها بالنسبة له هي يمكن ذو رفعة عالية، بده يهتم البيت نظيف، الأكل طيب، المجال واسع كثير موجود يقدر يستقبله. اليوم بده يكون فكري صافي. صحيح. نحن اليوم عم نحتاج لهذا الفكر الصافي، ما عنا يعني. والفكر الصافي ما بيجي الا اذا التقيت بفكره روحيه مع ربنا وعملت هذا الجو الخاص له لاقدر احافظ على سلامي، ولا انا بكون يوم اول شخص حزين كئيب، يعني حتى يمكن الابتسامه ما بقدر امثلها، بس اليوم ما بتطلع اذا ما كانت من جوا. فاليوم اكيد وطننا موجوع، حياتنا موجوعه، ولكن اليوم هذا الميلاد السنه رح يكون ميلاد غير شيء، لانه اليوم رح يولد الطفل يسوع بطريقه صحيحه، رح نعرف معاني الميلاد بطريقه صحيحه بعيدا عن كل البهرجات يلي عم نشوفها بالايامات السالفه. أبونا، وقت بنحكي عن قدسية العيد وولادة يسوع المسيح بمزود بقلب طبعا مغارة، قد ايه بيعلمنا هذا الشيء معنى التواضع؟ قد ايه بيعلمنا معنى القيمة العظيمة لاسترجاع هي الرموز ولاسترجاع هي القصة اليوم بين الناس؟ ديس بولوس نبه لشغلة كثير مهمة، أخلى ذاته آخذا صورة عبد، بمعنى لحتى يقول اليوم الإنسان متى وصل لقامات عالية في العالم وفي المجتمع بحاجة ليتواضع. كيف اليوم ملك الملوك يلي لازم يكون محله بقصر، وهو احنا بنسميه بحياتنا الإيمانية المسيحية الكاهن الأعظم، رح يكون بالهيكل، اليوم اختار مذود فقير بسيط ليقول اليوم كل الناس أنا نزلت لعنده لأرفعه للمستوى الروحي الرفيع، ليكون عم يتعاملوا بخط واحد مع بعضهم البعض. لهيك أول خط التقى فيه التقى مع الرعاة، التقى مع الأشخاص المهمشين بالمجتمع اللي يعتبروا هدول بالنسبة لنا بعالم اليوم إنه هدول حمسميهم بلغتنا الشامية هذا ناس بيئة يعني ما إلو أهمية، ولكن أنا جيت حتى أعطيهم النور ليكون لهم النور، أنتوا بدك تطلعوا وتمشوا وتمشوا. لهيك اليوم الملائكة كانوا يعني حتى النجم ببعض القراءات المسيحية بيقول إنه النجم كان منه نجم عادي، بيقولوا انه النجم يصور انه كان بهيئه ملاك لانه كان اقرب لمستوى الانسان. النجم تحسوه كوكب عالي، ولكن هذا كان كثير قريب لاستقطب ناس غرب يلي هن الفرس يلي يمكن هي اليوم هي ايران لجابهم، وناس عجم بعاد كثير عن فكر الايمان وفكر الله، ولكن في حدا صار نجي نستكشفه. اليوم الرساله اللي لازم توصل انه الحياه المسيحيه ما هي بس نكون مفتونين بيسوع، نحن لازم نكون نتعلم يسوع، صح، نعرف يسوع بطريقه اكبر لقدر وصله صح. صحيح. لحتى انا اذا بدي احكي بالمساواه، بدي احكي بالتناغم الروحي، بالتناغم المجتمعي، التناغم الديني والاطياف السوريه، بالعطاء والمحبه، اليوم بدي يكون هدول بدي افهم الشخص يلي قبالي. يعني اليوم الكتاب المقدس واضح بكثير معاني لحتى يكون يهدد فكر الانسان. نعم. ومرشد صحيح للانسان. ف بلش ربنا بفكرة المزود مع أمنا مريم يوسف، واليوم بتلاحظوا في الحيوانات الموجودة كانت بقلب المغارة، هذا لأن الرعيان كانوا موجودين حد مصدر معيشتهم موجودين، ولكن استخدموا ربنا لشيء ثاني. اليوم أي واحد منا ما بحب يكون عم يربي حيوان أليف ببيته يشعر بهالألفة بينه وبينه، هاي ربنا عطانا لحتى نكون نحن مع كل الخلائق عم نعرف نتعامل بطريقة صحيحة. بس للأسف اليوم بخبرنا ربنا وبيقول حيث كثرت الإثم فترت المحبة. صح. فاليوم إن شاء الله من هالمنبر هالتلفزيون العزيز تكون منبر محبة ما تفطر، إياها تكون شعلة نار إن شاء الله بهالميلاد. وهم نقول إنه عيد الميلاد هو سر محبة الله للإنسان، لكن اليوم للأسف يعني الناس عم تبعد عن بعضها، ما عاد يعني فيه الخلطة، كيف ممكن نرجع نعيش أجواء العيد بألفة وحب أكثر؟ انت حكيتي كلمه حلوه هي السر. دائما السر هو ما يصعب على الانسان ادراكه. صحيح. فاليوم لحتى حل لغز هذا السر بدي اوصل للمفتاح الاساسي. اول مفتاح هو الكتاب المقدس. او اي انسان يؤمن بالله، الكتاب يلي هو بحس فيه وجود الله وحضوره بده يدور عليه. بالنسبه لي الكتاب المقدس هو دستور حياه. اثنين، بده يلاقي العلاقة صحيحة مع الله من خلال صلاته الشخصية. ثلاثة، مع صلاة الجماعة. أربعة، يفهم معنى العيد. إحنا اليوم صرنا نفهم العيد هو أكل وشرب وسهرات وحفلات. الشجرة هي رمز موجود إلى يمكن أهميتها إلى حضورها، ولكن يوم في أهمية لصاحب العيد دائما بنركز عليها. لا تنسوا صاحب العيد ونهتم بأمور وقشور العيد.
يوم صاحب العيد هو يسوع. يوم هذا اللي بدي أنا يكون أقدر دور على هذا السر اللي هو سر محبة الله لإلي أنه تجسد. وهذا الصعب الناس يفهموه. يوم البيئة المختلطة صعب إدراكه عند الكل، ولكن صدقوني بعيون الإيمان، لأنه اليوم الإيمان قبل المعرفة. إذا ما كنت مآمن ما رح أعرف أعرف، ما فيني أنا أعرف وبعدين آمن، لا بالعكس. الإيمان ربنا هيك بصب مثل النجم اللي نازل كان على بالأيقونة الميلاد على أحشاء مريم ليدل على ولادة الطفل يسوع، بدي آمن بعدين أعرف. هيك كان يسوع يقول طوبى لمن آمن دون أن يرى. أبونا اليوم نحن عم نستذكر الحدث الميلادي بهذا اليوم، أيضا نتجه إلى بيت لحم في فلسطين المحتلة، رمزية طبعا مكان الميلاد لسيدنا المسيح في الشرق، والميزة التي أخذها الشرق بالعموم من تواجد ميلاد سيدنا المسيح في بيت لحم. بيت لحم كلمة سريانية معناتها بيت الخبز. قديش حلو يكون الإنسان هو خبز مأكول لأخو الإنسان، بمعنى أن اليوم كل هذا الإنسان معطاء بطريقة كثير حلوة. اليوم صار نفهم العطاء بفكرة استغلالية ترويجية، يعني اليوم أنا عم أقدم شيء، السنة اللي بعدها ما قدرت أقدم بهذا المستوى اللي كنت أقدم فيه، بصير الشخص ينتقدني. فاليوم لا يتجسد ربنا بمنطقة شرقية بالشرق الأوسط بفلسطين ببيت لحم، في إلى معنى، في إلى مغزى. هو أصبح هالخبز الحي اللي اليوم احنا عم نتغذى فيه بإيماننا المسيحي، خذوا كله هذا هو جسدي، اشربوا من هذا هو دمي. هاي الفكرة اليوم جسدها بمنطقة موجودة، لهيك يلي يمكن عم بيفتش ليقول على أحقية الكتاب المقدس أو صحيحة الكتاب المقدس، قل له افتح دائما شوف الخرائط الموجودة بقلبه لحتى تدل على الحدث اليوم، انه هاي المنطقة موجودة بالتاريخ بالزمن والاسم والمكان. ولتاريخ اليوم بيت لحم هي من المحجات الأولى لإيمان المسيح ولكل العالم. بعدين بيطبع المحاج الثاني الموجود عندنا منطقة سيد مايا بدير السيدة العذراء بسيد مايا، يعتبر المقام الثاني. ليش دائما نحن الإنسان يتجه إلى اللقاء من خلال الأضرحة الدينية والأماكن الدينية اللي بتعطي، يعني بقول لهم عبق هذا المكان بيعطي طاقة إيجابية بيعطي روح لهذا الإنسان. لهيك بنلجأ نحن للأماكن والأضرحة حتى أرتاح نبكي. وهي الدموع هي ما هي دموع زعل، بالعكس هي دموع فرح. إنه أنا اليوم قدرت ألتقي بهالشخص اللي سمعت عنه بس اليوم حابب شوفه. بيت لحم إلى أهمية كثير حلوة، يعني اليوم إنه وأنت يا بيت لحم اليهودية الصغرى في مدن فلسطين، يعني هي أصغر المدن ربنا أعطاها أهمية وأظهرها. كيف اليوم أنا الإنسان الصغير بس طلع هيك شوف حط عيني بعين ربنا، كيف ربنا بده يكبرني لحتى أكون شاهد حقيقي له بهذا العالم. تمام، رموز عيد الميلاد بتعلمنا هي قيم عظيمة جدا. اليوم قديش يعني مثل العطاء مثل المحبة مثل السلام وكثير من الأمور، قديش مهم نحن اليوم نكرس هي الصفات بحياتنا؟ من خلال علاقتي مع الشبيبة بشكل خاص اليوم، يمكن جدودنا ربيوا على فكرة العطاء، بس اليوم جيل اليوم بعيد للأسف، يعني مثل ما عندهم هي الثقافة. اللهم نفسي ولكن اليوم حلو يكون أنا عم بشتغل مع هذا الشاب على أرض الواقع، مو بس بالعيد، يوم بكل أيام أنا، يعني بالنسبة لي كل يوم هو عيد، كل يوم هو ولادة، كل يوم هو ميلاد. لقائي مع الآخر هو ميلاد هذا الآخر ليكون عم ولد لله تعالى. فاليوم قديش حلو أنا أكون عم بعلم اليوم هذا الشخص أنه اليوم حب العطاء، بفكرة اليوم العطاء أكثر غطاء من الأخذ، عطي وتعلم بس كون بحكمة. لهيك ربنا حذرنا وقال احذروا من جميع الناس. فاليوم كتير الحذر مهم، ولكن بدي أعرف كيف أنا عم بعطي. لهيك الحكمة مطلوبة والمحبة مطلوبة والبساطة مطلوبة. فاليوم إذا بدي كرس فكرة العطاء فكرة المحبة، ما هن بس شعارات. تمام. اليوم فيها نحكي ونكتب كتب ومقالات صحيح. طويلة عريضة، ولكن اليوم التطبيق على أرض الواقع هو حلو يكون عم ينعطى. فاليوم أنا حاولت يعني بنعمة ربنا علم هالشباب ننزل على أرض الواقع، بلا ما هالشخص يجي لعندي، أنتوا انزلوا كل عام وأنتوا بخير، المسيح ولد فمجدوه، المسيح ولد هللويا، سبحوا الرب، عيشوا اليوم مجد هالعطاء الموجود. يعني احنا اليوم ببيئتنا الشامية كلياتنا معودين نتشارك مع بعضنا البعض بأعياد بعضنا البعض، إن كان أعيادنا المسيحية إن كان أعيادنا الإسلامية بهذا البلد، وحتى من غير أطياف موجودة. أنا يعني دائما بقول لهم لا تقولوا طوائف، نحن أطياف،
يعني مكون سوري واحد يعني تجمعنا سوريا، هي أمي، هي بلدي، هي وطني، وأنا إلي حق بهذا الوطن مثل ما أي شخص ثاني له حق موجود، لأنه أنا جنسيتي سورية، هويتي سورية، اليوم أنا لهجتي كمان هي سورية اللي إحنا اليوم أنا بفتخر فيها وين ما بروح بأي بلد، بيحبوا اللهجة الشامية البسيطة المحببة. فأنا بالنسبة لإلي هذا وجه يسوع بنقله اليوم ببساطته بمحبته يعني اليوم سوريا الكبرى شو هي؟ فلسطين، سوريا والأردن، هذا المربع اللي كان أكيد مع لبنان، فاليوم هي سوريا الكبرى. فاليوم إلى 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 حضور من اسمها اليوم هي هالاسم السرياني العريق اليوم يلي هي وجودنا وحضارتنا اللي احنا موجودين فيها. فاليوم العطاء مو بس مصاري، مو بس أكل وشرب، العطاء هو فهم الإنسان كإنسان. لهيك اليوم دائما الشخص يمكن يستصعب إنه أنتوا عندكم إشاعة الصليب صعبة. لا يا ابني، اليوم بكل بساطة يعني اليوم علاقة الله مع الإنسان وعلاقة الإنسان مع الإنسان قديش حلو تكون أنا في عندي علاقة مباشرة مع الله حتى علمني الله كيف أتعامل مع هذا الإنسان بهذا الإنسان. اليوم إحنا بحاجة إنسانية. اليوم من هذا المركز العزيز، هذا التلفزيون الحبيب حلو، اليوم وصل رسالة إنه اليوم يا إنسان حب الإنسان. إذ كيف أنا بيخبرنا ربنا بدي حب الله اللي ما بشوفه، وخيلي أنا بشوفه ما بحبه، فصعبة. خلينا نحب عن جد بحب. العطاء اليوم هو حب الآخر، دفي الآخر بالعطاء مع حاجته الإنسانية يلي هي من مأكل ومشرب وملبس. نعم أبونا رأفت، وحضرتك عم تحكي عن هاي القيم كلياتها اللي نحن بأمس الحاجة إلى اليوم. ما فينا ننكر أنه نحن عم نمر بظروف صعبة ببلدنا، ظروف اقتصادية، ظروف حصار، ظروف حرب. 10 سنين من الحرب مرت، مر القاسي جدا منا اللي فقدنا منا كثير، واستشهد كثير من شبابنا بابتوما والقصاع وغيرها كثير من الأماكن والمحافظات السورية اللي شهدت على دماء شهدائنا وأبطالنا لحتى نستمر بهي الحياة. اليوم نيجي بالميلاد في ناس بنسية الوجع، بنسية شوي قدي لازم نكون قويين وعنا إيمان بهذا الوقت، شو بنقولهم؟ اليوم بتمنى أن نكون تعلمنا من سنوات الحرب هالعشرة والسنتين العجاف يلي عم نمرق فيهم، يعني وربنا بيعلم وبيشهد أنه دايما بكل الأماكن يلي بكون فيها إن كان داخل البلد وخارج البلد سوريا هي بقلبي، لأنه اليوم أي شهيد على أرض هذا الوطن هو أخي، هو أبي، هو أمي. اليوم صوتنا بهذا الميلاد وبرفع صلواتي مع أنشودة الملائكة أنه المجد لله في العلا على الأرض السلام وفي الناس المسرة، أنه نقدر نرفع السلام لبلدنا الحبيبة سوريا. اليوم هذا الحصار الاقتصادي اللي عم بيصير علينا هذا صار اسمه شر إنساني لا علاقة لله فيه، لأنه اليوم إذا أنا بدي أقرب من الله رح يقرب مني كل شيء حلو بحياتي. ولكن أنا بتأسف أنه اليوم هالشر الكبير يلي تكون على هذا البلد رح ينقلب ضده. يمكن اليوم انتقد على هذا الحديث، ولكن اليوم من محبتي لبلدي ومن شهادتي المسيحية لبلدي أنه اليوم سوريا رح تولد من جديد، لأنه من هذا الشرق رح يكون في نور جديد يلي هو أكيد نور بلدنا العزيزة ونور الميلاد اليوم ليطلع لكل العالم، مثل ما طلع من بيت لحم وانتقل لكل الناس وجاب المجوس لبعاد يلي هن بعاد كثير عن فكر الله، رح يرجع بلدنا ويقوم من هالكبوة يلي نحن عايشينها. اليوم ممكن يلي يسمعني يقول انه يكون ابونا عايش بغير عالم، لا اليوم صدقوني السلام الداخلي اللي عندي جوا، ثقتي بربنا انه رح يقوم هذا البلد. يعني امنا من حرب يعني ابشع جداً. اكيد ابشع انواع كتير. الحروب يلي شفتها انا بحياتي واللي قريتها بالتاريخ هذا ابشع نوع من الحروب يلي صارت عنا. ولكن صلاتي انه نحن كشعب سوري اليوم نتعلم الشيء اللي صار معنا، نتعلم اليوم انه هاي البلد لها حقيه علينا وين ما رحنا بكل بلاد العالم. لاحظوا كل شبيبتنا بكل انحاء العالم السوري رقم واحد بكل العالم. ليش؟ لانه اليوم ربي بمحبته لهذا البلد وعطى ثقافته. اليوم اوكي يمكن انا ما عاد لي قيمه بالعالم لاني سوري، بس انا بفتخر اليوم انه عم بقدر انا انتج شباب سوريين لكل العالم. فلهيك انا بقول هالشباب وهالعائلات اللي عايشه برا عم تحمل ثقافتنا السوريه، ايماننا، حياتنا لكل العالم لتقول انه سوريا رح تقوم ورح تولد من جديد، لانه من هذا الشرق سينبع نور جديد.
طيب أبونا خلينا هيك ننتقل شوي من الظروف الصعبة لشوي نتفائل. بالنسبة للهدايا يلي قدمت ليسوع عند ولادته، ذهب ولبان وتمر، شو بترمز هاي الأمور اليوم؟ اليوم هالبجوز الثلاثة وتحملوا ذهب ولبان ومر. الذهب هو دلالة عن أنه هو ملك، واليوم وقت بتروح أنا أهدي شخصية مرموقة جدا بدي أخذ معي هدية ثمينة، فلقوا الذهب أنه هو ملك. وبالنسبة لإيماننا المسيحي يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. صحيح. اثنين، اللبان هو البخور يلي بلغتنا اليوم هو كونه إله. فاليوم هي حصص عبوة كمان الآخرين يمكن يقدروا يفهموا فكرة الإله، حتى يمكن ضمن إيماننا بدهم شوية ليفهموا، لهيك اقرأوا الكتب لتعرفوا اليوم هذا البخور لا يقدم لمين مكان، ما فيني يبخر مين مكان. وبكل بيوتنا وكل بيئتنا نحن اليوم امهاتنا كانوا يجيبوا بخور ويشعلوا انه يبخروا الاشخاص لانه ربنا لحتى تكون نعمت عليه. والمر هو على دلاله على الالم والعذاب اللي راح يلاقيه لحتى يعطيني بفكره الحياه الابديه مثل ما كنا عم نحكي برموز اللي على الشجره. بالختام نتشكرك أبونا رأفت أبو النصر راعي كنيسة سيدة دمشق، شكرا لتواجدك معنا. ميلاد مجيد لك وميلاد مجيد لكل الرعية أكيد، رعية الكنيسة ولسوريا ولبلدنا كله. أنا بدي أتشكركم، أتشكر هاللقاء الحلو، يعني اليوم انبسطت أنه اللقاء كان مباير، طلعنا شوي من كل أشياء التقليدية نحكي أكثر لقلب الإنسان. دخلنا شوي على العمق إن شاء الله. إن شاء الله صلاة اليوم لألكم، صلاتي لكل القائمين على هذا التلفزيون، لهذا البلد وكل القائمين عليه، أنه نرجع نولد من جديد لحتى نقدر نعيش هالإنسان اليوم، يكون الإنسان السوري إن شاء الله يرجع لقيمته ويرجع لأساسه أكيد بمحبة ربنا. شكرا كثير لكم، كل عام وانت بخير وميلاد مجيد. كل عام وانت بخير، شكرا.